بالضبط. رئيس مرسي قال إنه لن يقابل أي رئيس من رؤساء الدول الداعمة لسوريا، ولكنه عاد واستقبل رؤساء إيران، روسيا والصين. فما تعليقك على ما علمي بهذا؟ يسأل من قال. لحظة، ما علمك بماذا؟ بما قال. بما قال أو بما لا أقابل، ما أعرف شيء. يعني ساعة اللي بدكم تهربوا من الموضوع بتهربوا. أنا ولا الرئيس مرسي يا أخي. سأل الرئيس مرسي. ولكن ألست من ألا يمثلك الرئيس مرسي اليوم؟ يمثل رئيس بلدي. أيوة. له كل احترام. ألا يمثل أفكارك؟ في طاعة الله. ألا يمثل أفكارك؟ رئيس بلدي لا يمثل لي أفكار. أنا أبحث عن شرع الله مطبقا، وإلى الآن أرى الرئيس مرسي مقصرا إن لم يطبق لماذا شرع الله. لماذا طاعتك للرئيس مرسي هو من شرع الله؟ وتحرض على طاعة الرئيس بشار في سوريا. بشار كافر يا أخي. إن اختلف الناس. من أنت الذي تقول لشخص أنك كافر أو لا؟ علمي يا شيخ. من علمي من أنت تكافر الناس؟ أي بشار أي الأسد علم. مسلم. أي علم. أي مسلم. لما تكفر هو اللي يكلم. لما أنا أعمل هو وأنا الأسد مسلم مثلك مثله بتكفره إزاي؟ بأي بأي تكفره على أي أساس؟ بأي حق أنت تكفر الناس؟ بأي حق تكفر الناس؟ دير حلقتك. كثير حلقتك عم بسألك سؤال. عم بسألك سؤال. بشار الأسد رئيس جمهورية سوريا إنسان مسلم زيك زيه بتكفره زيه. سأل أهل العلم ما اختلفوا في الخروج عليه لأنه بدرت منه ومن جنوده أفعال كفرية. إن اختلفوا في أهل العلم وعما يفعله بشار من لم يقل ذلك؟ إنهم جنوده الذين من قال أن جنوده